بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 43 للهجرة، ينعقد هذا المجلس لتأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تأملات نتفيأ في ظلالها طرفاً من عظيم كلام ربنا جل جلاله، ونستلهم منه ما نحتاج إليه في عيشنا ومعادنا في العاجل والآجل، ما نصيب به سعادة الدارين ونحقق به مراد رب العالمين ونكون من خيرة عباده الصالحين. فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة بالعباد وشفاء ونورا وهداية، كما قال سبحانه وتعالى واصفا كلامه بكلامه جل في علاه. وكلام ربنا سبحانه وتعالى فيه سعادة البشرية وهدايتها، وهدايات القرآن من جميع نواحيه آخذة بأيدي البشرية نحو النجاة وسعادة الحياة، وتصيب به ما ترجو في دنياها وأخراها. والآية الكريمة التي نتفيأ ظلالها من المعاني والعبر والوقفات والتأملات ما يكون زاداً لنا في مسيرنا إلى الله والدار الآخرة، هي جزء من آية كريمة في سورة قريش ذات الآيات الأربع التي نزلت بمكة. وسورة قريش مرتبطة تمام الارتباط بالسورة الواقعة قبلها في ترتيب المصحف، سورة الفيل. فإن الله لما حكى في قصة أصحاب الفيل ما كان من شأن قدومهم الآثم لهدم الكعبة والاعتداء على حرمتها، وسلط الله عليهم الطير الأبابيل التي رمتهم بالحجارة من السجيل فجعلتهم كعصف مأكول، لما ذكر القرآن ذلك وحكى شأن أصحاب الفيل قال الله سبحانه وتعالى عقبها: لإيلاف قريش. واللام للتعليل، أي من أجل أن تألف قريش عيشها بمكة وتهنأ وتصيب مرادها في الحياة الآمنة الرغيدة المطمئنة، كان ذلك الابتلاء وذلك العقاب لأصحاب الفيل على معنى ارتباط السورتين ببعضهما. فهاتان السورتان كما يقول الإمام البغوي مبينا معنى الارتباط بينهما، قال: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. ولهذا فقد عد بعض الصحابة رضي الله عنهم السورتين، سورة الفيل وسورة قريش، سورة واحدة، كما هو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروى أنه كان يقرأهما في ركعة واحدة في صلاة المغرب، إما على اعتبار أنهما سورة واحدة عنده، أو على اعتبار تمام الارتباط بين السورتين فلا يفصل بينهما في القراءة في الصلاة. وهما يعني السورتان في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة لا فصل بينهما، فيقرأ القارئ: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومعنى الآية الكريمة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذه الجملة الواقعة في صلة الموصول جاءت لبيان نعمة عظيمة ومنة إلهية كريمة
سيقت مساق الامتنان لتسمع قريش التي عاشت في جوار هذا الحرم وأنست بالقيام عليه وتشرفت بخدمته أن تسمع كلام الله الآمر لها بالعبادة، فليعبدوا رب هذا البيت. ثم جاء هذا الوصف برب البيت سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي تعلم قريش تمام العلم ما الذي يريده منها القرآن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله عز وجل يذكر هذا تعظيماً لهذه النعمة وإثباتاً للوازمها المذكورة في سياق الآية الكريمة. أوليس الله سبحانه قد أنعم على قريش وغير قريش، على كل خلقه سبحانه، أليس هو جل جلاله المنعم المتفضل بالخلق والإيجاد من عدم وبتدبير أمر الحياة وهذا الكون أجمع؟ أوليس الله سبحانه الممتن المتفضل على خلقه بسوق الأرزاق ودفع الأمراض وتحقيق المراد ودفع المكاره ودرء المفاسد وتحصيل المطالب وكل شؤون الحياة؟ فلما جاء الذكر هاهنا تحديداً لهاتين النعمتين خاصة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ هذا سؤال أورده الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: العبادة إنما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم. ما أصول النعم؟ الخلق والإيجاد والتدبير والإحياء والإماتة والامتنان بسائر وجوه الوجود في الحياة، هذه أصول النعم. يقول رحمه الله: العبادة إنما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم، والإطعام ليس من أصول النعم، فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام؟ قال رحمه الله: والجواب من وجوه. الأول أنه تعالى لما ذكر إنعامه عليهم بحبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة، وبين أنه تعالى فعل ذلك لإيلافهم ثم أمرهم بالعبادة، فكأن السائل يقول: لكن نحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب عن النفس، فلو اشتغلنا بالعبادة فمن ذا الذي يطعمنا؟ فقال: الذي أطعمهم من جوع قبل أن يعبدوه، ألا يطعمهم إذا عبدوه؟ والوجه الثاني في الجواب أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد إليه، يعني بالكفر والشرك والتعدي على حدود الله. يعني الله عز وجل يطعم المسلم والكافر ويعطي البر والفاجر. يقول إنه تعالى بعد أن أعطى أصول العبد بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد إليه ثم إنه يطعمهم مع ذلك، فكأنه تعالى يقول: إذا لم تستحي من أصول النعم ألا تستحي من إحساني إليك بعد إساءتك؟ الوجه الثالث قال: إنما ذكر الإنعام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ذكر الإنعام بهذه النعم خاصة ولم يذكر أصل الخلق والإيجاد وهو أولى بالامتنان. قال: إنما ذكر الإنعام لأن البهيمة تطيع من يعلفها، فكأنه تعالى يقول: يا ابن آدم لست دون البهيمة، البهيمة إذا أطعمتها ألفتك وأقبلت إليك وأطاعتك، أفيكون ابن آدم العاقل أشد ضلالاً من البهيمة؟ فيطعمه ربه ثم يجحد، ويكرمه ربه ثم يكفر، ويعطيه النعم ثم لا يستجيب لعبادته سبحانه. فهذه وجوه ثلاثة أجاب بها رحمه الله تعالى عن هذا السؤال: لماذا ذكر هاتين النعمتين خاصة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ أطعمهم من جوع، هل كانت قريش تعيش في مكة في مجاعة؟ الجواب: لا، لم يكن ذلك على الدوام، لكن أصابتهم ما يصيب البشر عامة في حياتهم، أيام أو مواسم فيها جدب وفيها قحط وفيها جوع. ثم إن لم يكن كذلك والرزق موجود والطعام متوفر، فإن ابن آدم لولا أن الله يسوق له الرزق لكان في جوع.
هب أن الأرض عامرة بالخيرات والثمرات والأرزاق، أفيضمن لك هذا أن تكون طاعما؟ لا، يمكن أن تكون الأرزاق من حولك وأنت في جوع، فالذي أطعمك من جوع لا يلزم بالضرورة أن تكون في مجاعة ومقفرة وهلاك وجدب وقحط. لكن قريشا أصابها في بعض أيامها شيء من ذلك، فامتن الله تعالى عليهم. وقد كانت عيشة العرب في قريش، بقريش في مكة تحديدا، لم تكن تعتمد على زراعة ولا وسائل الإطعام التي تضمن لهم على الدوام توفير الأمن الغذائي كما يقال اليوم. فكانت قريش تتاجر من أجل الحصول على ما تقتات عليه، فتذهب في رحلة الشتاء إلى اليمن وفي رحلة الصيف إلى الشام لتقتات وتأتي بالميرة والطعام والأرزاق حيث تضمن سكناها وعيشها طيلة العام. فامتن الله عليهم بذلك، فألهمهم هذه التجارات لتأمن قريش بعيشها بجوار الحرم. وهذه الكعبة لما بنيت أمة الإسلام فإنها بنيت بأرض قفر لا إنس فيها ولا شيء، عندما جاء الخليل إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام فوضعهما هنا عند واحة قرب البيت حيث لا إنس ولا شيء. فقالت هاجر: أين تتركنا يا إبراهيم بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم الخليل عليه السلام لا يجيبها، وهي تعيد السؤال مرة بعد مرة. فلما أيست من الجواب سألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم انصرف عليه السلام. تلك كانت نواة الحياة البشرية بمكة، ومنها نشأت لتكون مكة بلد الله الحرام قبلة المسلمين، وبني هذا البيت العظيم فيأمه الناس قاصدين بالنسك حجا وعمرة من كل فج عميق كما أخبر الله جل جلاله. والمقصود أن قريشا التي كانت تعيش آنذاك لم تكن الحياة مزدهرة ولا التجارة عامرة، لكنها كانت تبحث عن قوتها، فذكر الله هذه المنة الذي أطعمه من جوع. أما الخوف فإنه ما كانت تعيشه العرب في شأنها عامة من عدم الأمن لأجل ما كانت تعيشه من خصومة واقتتال وإغارة وهجوم وحرب، ولا قانون ولا نظام يضمن لها الحياة الآمنة، لكن الله عز وجل جعل هذه البقعة آمنة، فتعظم العرب كلها هذه البقعة تعظيما للحرم. وربما كان يرى الرجل عند الكعبة قاتل أبيه فلا يمتد إليه بسوء ولا يقتله أو يؤذيه احتراما للكعبة وتعظيما للحرم. فامتن الله عز وجل عليهم بذلك فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن فالآية الكريمة في سياق الامتنان من الله سبحانه وتعالى لقريش، والسورة مكية. إذن كانت قريش آنذاك مقيمة على كفرها بالله وتكذيبها برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أفراداً وآحاداً استجابوا لدعوته وآمنوا برسالته من الصحابة المسلمين الأوائل بمكة رضي الله عنهم جميعاً. فجاء هذا الامتنان تعظيماً لهذه النعمة، الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، وإثباتاً للوازمها. هاتان النعمتان يا كرام هما أصول النعم العظيمة التي تحتاجها البشرية. ما الحياة؟ ما حياة البشر؟ ليست حياة البشر إلا كنهر جار يتدفق، ضفتاه أمن وعيش رغيد. فإذا انهدمت إحدى الضفتين لم يكن لهذا النهر جريان متصل ولا متتابع ولا نظام. أرأيت إذا اختل أحد هذين الأمرين في حياة البشر تلفت الحياة. بالله ما الحياة إذا عدم الأمن؟ ما الحياة إذا فقد الناس عيشهم وساءت أرزاقهم وكسدت تجارتهم؟ ما الحياة إذا لم يأمن الإنسان على نفسه إذا مشى، على أهل بيته وحرماته وماله ورزقه؟ ما الحياة؟ أحياة أن تأكل وتشرب وتدخل وتخرج ثم لا تدري في أي لحظة يمكن أن تختطف روحك وأن تنتهك حرماتك؟
حياة غابة إذن هي، بهائم أجل الله السامعين، عندما يعيش لا يدري متى تكون نهايته، ويدخل ويخرج يظن أن موته آت في كل حين، اعتداء وإتلافا وإفسادا وهلاكا للحرث والنسل، كما هو شأن الفساد إذا عم الحياة. إذن هاتان نعمتان مقترنتان في كتاب الله الكريم في أكثر من موضع جاء في سياق القرآن الكريم والسنة النبوية العظيمة. هذا المعنى جاء في أكثر من آية، منه قوله سبحانه وتعالى امتنانا أيضا على قريش في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرأيت، هما النعمتان مرة أخرى، أولم نمكن لهم حرما آمنا، ما الأمن هنا في الحرم؟ هو الذي أوضحته آية العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا أمن الحرم الذي عاشته قريش وهي تستمتع متفيئة ظلال الأمن في الحرم الذي جعله الله تعالى في هذه البقعة. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، فهذه واحدة. قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فهذه الثانية، فأمن ورزق. قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكنت ولا تزال تجد بمكة فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ولا يقطع الله عنها أرزاق البلاد التي تجبى إليها من الشرق والغرب فضلا من الله عز وجل وإطعاما لأهل الحرم ومن يأتي إلى هذه البقعة. فلا يزال الناس على مدى الدهور وتتابع القرون يقصدون هذا البيت صيفا وشتاء، حجا وعمرة، فلا يخاف أحدهم أن يأتي فيموت هاهنا جوعا أو لا يجد رزقا أو طعاما. هذه منة إلهية في كتاب الله الكريم منذ أكثر من 1400 سنة، والله عز وجل يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وصححه ابن حبان رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أرأيت كيف جمع أصول النعم، الأمن والرزق والصحة والعافية، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا والله ما عليك يا ابن آدم ما الذي فاتك بعد من الحياة، لأن الذي سيفوتك بعد ذلك كمالات ليست أصول الحياة. وإذا عدمت الكمالات فأنت عبد سعيد، إن وجدت صحة وعافية وأمنا فأنت والله من أسعد البشر على وجه الأرض. ما الذي ستفعله الحياة بعبد إن وجد أمنا ووجد رزقا لكنه معتل سقيم مريض على الدوام، أو كان بعافية في تمام العافية لكنه لا يجد الأمن والأمان؟ وقل مثل ذلك في هذه النعم التي جاءت لبيان للفت أنظار العباد إلى معنى هذه النعم واستشعار عظيم فضل الله تعالى فيها. فإذا قلت يا عبد الحمد لله، اعلم رعاك الله على أي شيء تحمد ربك. وإذا ركعت وسجدت تسبح الله بحمده، فاعلم على أي شيء يقع تسبيحك لربك العظيم بحمده جل جلاله. وكلما قرأت الفاتحة في كل ركعة من الصلاة فقلت الحمد بهذه اللام الاستغراقية لكل أصناف الحمد وأنواعه وأجناسه باستغراق دون استثناء وأنت تنسبه لربك الحمد لله، فاعلم رعاك الله على أي شيء أنت تحمد الله. وإذا قال إمامك سمع الله لمن حمده فرفعت رأسك من ركوع حنيت فيه صلبك تعظيما لربك ورفعت قائلا ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما
وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لتعلم أنك عندما تحمد الله في كل ركعة في الفاتحة، وتحمد الله بعد كل ركوع ترفع فيه رأسك، وتحمد الله في أذكار الصلوات 33 مرة بعد كل صلاة، وتحمد الله صبح مساء، أنك لا طاقة لك بأن تؤدي حق الله عليك من حمده وشكره. فإذا أنت بشعور فقرك وعجزك تذكر الدعوة التي علمها الحبيب صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ رضي الله عنه لما قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو والله عون من الله لك عبد الله، ولولا عونه لك ما أطقت حمدا له سبحانه، ولا شكرا لنعمه وأفضاله وإنعامه عليك جل جلاله. هذا الشعور هو الذي يراد بذكر هذه المنن الإلهية، أن يعيش العبد شعور الافتقار إلى الله. أتظن يا مسلم أنك صاحب عمل ووظيفة ذات أجر ومرتب آخر كل شهر، أو صنعة تدر عليك مالا وخيرا ولك رصيد مال وقدر من الدراهم في جيبك، أتظن أن هذا هو الذي ضمن لك الرزق وهو الذي جلب لك العيش؟ لا والله، الفضل فضل الله والرزق منه سبحانه. ولو أراد جل جلاله أن يحرم العباد من أقواتهم وأرزاقهم مهما كانت أسباب الدنيا في أيديهم متوفرة لكان كذلك. واسمع قول الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أرأيت اجتمع لها كل شيء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مرة أخرى: هما النعمتان الأمن والرزق، قرية كانت آمنة مطمئنة هذه واحدة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هذه الثانية. إذا جاء القرآن يحكي الحياة البشرية المثلى فهي التي تتكي على هذين الجانبين: أمان ورزق. ماذا قال الله تعالى عن تلك القرية؟ قال: فكفرت بأنعم الله أذاقها الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا الأمر المتحقق في عدد من النصوص الشرعية باجتماع هاتين النعمتين وتقابلهما على التضاد تلك النقمتان الجوع والخوف، لتذكير العباد أن الله جل جلاله وهو مدبر الكون، الخالق الرازق، المنعم المتفضل سبحانه، يمتن على عباده بهذه النعم ليذكرهم بما يجب عليهم. ما الواجب؟ قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمرهم سبحانه وتعالى بالعبادة. ركز معي، الخطاب لقريش، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكان هذا الخطاب لقريش وحدها؟ لا، هو لهم بالأصالة والمقام الأول بحسب ما يقتضيه السياق، وهو للبشرية من ورائهم إلى يوم القيامة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: فيه بيان لموجب عبادة الله وحده وحقه في ذلك على عباده جميعاً وليس خاصاً بقريش. ففي الآية إذن أن الإطعام من جوع موجب لعبودية الله سبحانه ولزوم طاعته، وفيه أيضاً ما ذكره بعض المفسرين أن البهيمة تطيع من يعلفها ولا يليق بالإنسان أن يكون دون الأنعام، فالله هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن سياق الامتنان لإثبات لوازم هذه النعمة: أليس الله قد أطعمك عبد الله؟ أليس الله قد آمنك من الخوف عبد الله؟ فما الواجب عليك في إزاء هذه النعم؟ قال: فليعبدوا. إذن هي نعمة يساق الامتنان بها على العبد ليؤدي الواجب واللازم من وراء تلك النعم، هي عبودية الله سبحانه التي هي أصل الحكمة من خلق الخليقة إنسا وجنا،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك وأطعمك وآمنك لأجل أن تعبده سبحانه، وهو إن عبدته مستحق للعبادة جل جلاله، وإن كفرت أجارك الله، فالله غني عن خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت. أنعم على قريش بأسباب سبل العيش الطيب الذي يستوجب شكره سبحانه بإفراده بالعبودية، فقد آمنهم الله من كل غزو في حرمهم، كما قال مجاهد رحمه الله. تأملوا يا كرام، العطاء من الله يستوجب الشكر، وبضده العكس، فالكفر والجحود والفسق وبطر النعمة يستوجب الحرمان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم، فمن لم يشكر كان جاحدا، ومن لم يؤمن كان كافرا. العبادة هنا بمفهومها الأكبر الذي يبتدئ من أعظم واجب وحق لله سبحانه على خلقه إفراده بالعبادة. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإفراد الله بالعبادة بمفهومها العام الشامل الذي هو قصد العبد إلى خالقه تضرعا واستكانا وحبا وخوفا ورجاء ودعاء، إفراده جل جلاله بما تفرد به ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إفراد الله بالعبادة رأس ذلك. ثم تأتيك عبادات القلب وعبادات البدن، وما شرع الله لعباده من الشرائع وأوجب من الواجبات وحرم من المحرمات، كل ذلك يأتي تباعا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: فليعبدوا رب هذا البيت، فأثبت الربوبية رب هذا البيت لتفويض الأمر إليه. أضاف الربوبية إلى البيت لا إليهم، يعني لم يقل فليعبدوا ربهم وهو ربهم سبحانه، لكن لماذا قال فليعبدوا رب هذا البيت؟ الخطاب لقريش، لما لم يقل فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم؟ ليش قال رب هذا البيت؟ لماذا أضاف الربوبية إلى البيت؟ قال أهل العلم: إيماء بأن أصل نعمة الإيلاف عليهم والامتنان عليهم هو هذا البيت، فليست المنة لهم لأجلهم، لم يكن الإكرام لهم، إنما هو لهذا البيت. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. قال: فهو سبب رفعة شأنهم بين العرب. أجل، فما عزت قريش ولا على شأنها ولا ارتفع صيتها بين العرب إلا لمجاورتها لهذا البيت، فجاء هذا إيماء بأصل النعمة التي أنعم الله تعالى عليهم بها في جوار هذا البيت. جمع الله عز وجل بين إطعامهم من جوع وأمنهم من الخوف. يقول ابن أبي حاتم: الذي أطعمهم من جوع، يعني قريشا أهل مكة، بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: وارزقهم من الثمرات، وآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. أرأيتم؟ إذن هي نعمة ارتبطت بالبيت منذ أن بنى الخليل إبراهيم عليه السلام هذه الكعبة، دعا بتلك الدعوات. قال: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فدعا بالدعوتين معا فأجابها الله. ثم امتن عليهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مرة أخرى تأمل في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، انظر إلى القيد، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإذا هي مرتبطة بالإيمان. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فارتبط أصل هاتين النعمتين بالإيمان بالله، وهو أول مراتب العبودية لله سبحانه، ويظل هذا العطاء والكرم الإلهي بالرزق والأمن طالما أدى العبد حق الله عز وجل بالإيمان به. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا،
هو ذات التعليل والمعنى والمقصد والمغزى المذكور في آية النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، النعمتان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، فلما حل الكفر مكان الإيمان حل الجوع مكان الرزق والخوف مكان الأمن. قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يدور هذا المعنى حيث دارت آيات القرآن تقريرا له وإثباتا وإيقانا للعباد أنك متى أردت عبد الله أن تظفر بحياة آمنة مطمئنة ورزق رغيد فلا والله لن تبلغ ذلك المطلب إلا بسلوك هذا الطريق، فليعبدوا رب هذا البيت، وهو الإيمان به جل جلاله. ثم هو وعد كريم حتى تعلم أن المسألة لا تخص قريشا بمكة وحدها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انظر إلى الأوصاف المذكورة التي ترتب عليها الوعد الإلهي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فإيمان وعمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذه واحدة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذه الثانية. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يدور هذا المعنى في القرآن بهذا القيد الذي يرتبط فيه الأمن بالإيمان والرزق ورغد العيش بلزوم طاعة الله عز وجل، فلا أمان من الله سبحانه الخالق المؤمن جل جلاله كما سمى نفسه المؤمن، لا أمان للعبد إلا بإيمانه بربه جل جلاله. فإذا أدى العبد واجب الله بطاعته واستقام على شرعته ووحده وأفردها بالعبادة أناله الله عز وجل وعده الكريم. قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلهذا قال في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فتبين إذن بسياق الآية الكريمة وما اشتملت عليه في تقرير هذا المعنى العظيم أن الأمن ورغد العيش وأمان العبد في حياته في نفسه وفي رزقه وقوته مرتهن بإيمانه بالله سبحانه وطاعته. فإذا كان معنى الإيمان والعبودية بمفهومه الشامل، فإن الكفر المقابل له أيضا بمراتبه كافة. أقصد رأس الكفر الكفر بالله جملة وتفصيلا، وعدم الإيمان به أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فيرزق الله ويعبد غيره، ويعطي الله ويدعى غيره، ويرزق الله جل جلاله العبد مطالبه في الحياة ثم يطلب دفع الضر وجلب النفع من غيره سبحانه. هذا نوع من الكفر بنعمة الله، بل إن عدم شكر الله سبحانه على النعمة لون من الكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر كفران: كفر أكبر الخروج من الملة المناقض للتوحيد لله سبحانه، والكفر الأصغر الكفر العملي الذي يفسق به العبد بنعمة الله فيتجرأ به على حدود الله فيعصى الله جل جلاله بالنعمة التي أنعم بها على العبد، يهبه الصحة والعافية فيستعين بعافية بدنه على الفسق والاجتراء على المحارم، يرزقه المال فيستعين بهذا المال على شراء الحرام وطعام الحرام وشراب الحرام، يرزقه سبحانه وتعالى النعم والأرزاق والثمرات من كل شيء فتكون عونا له على مزيد من الفسق والتعدي على حدود الله. هذه الموجبة للحرمان، الموجبة للباس الجوع والخوف كما قال الله: فكفرت بأنعم الله. لم يقل فكفرت بالله، قال فكفرت بأنعم الله. كفران النعمة جحودها بعدم نسبتها إلى الله فيعطي الله وينسب الفضل إلى غيره كما أسلفت، ويكون أيضا بعدم الشكر لله
فينسى العبد ويجهل ويتمادى حق الله عليه في العبودية بالشكر والثناء على الله بما هو أهله. ولو أن آدميا مثله أحسن إليه لشكره وأثنى عليه صبح مساء قائما وقاعدا. ولو أنه فرج عنه كربة أو سعى له في مهمة أو دفع عنه مصيبة أو ساق له إحسانا لظل أسيرا لهذا المحسن إليه ما حيا، بل ويورث أولاده وأهل بيته إحسان هذا المحسن والمنعم الكريم معه المتفضل الذي كان له فضل عليه في موقف من مواقف دنياه. فكيف بالخالق المنعم الذي يجحد العبد فيمسي مغمضا عينيه ويصحو على فراشه في عافية وسلامة وبدن، ولا يحسن أن يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره؟ أليست غفلة؟ العبد المؤمن الموحد لله إن وقع في مثل ذلك كان موصوفا بالتقصير، فكيف بالكافر بالله عياذا بالله الذي لا يلتفت إلى شيء من ذلك ولا يعيش إلا عيشة البهائم، يصبح ويمسي ويدخل ويخرج ويقوم ويقعد، لا يعرف لله حقا ولا يؤدي لله عليه واجبا. إذن هما كفران يا كرام، كفر أكبر الجحود والإعراض والإدبار عن حق الله بعبادته، والآخر كفر النعمة. وكفر النعمة مراتب: بعدم شكرها، كفر النعمة بنسبتها إلى غير واهبها جل جلاله، كفر النعمة باستعمالها في معصية الله، كفر النعمة بأن تكون عونا للعبد على فسق وتعد على محارم الله عياذا بالله. فاعلم عبد الله أن الله لما قال عن تلك القرية فكفرت بأنعم الله كان العقاب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا معنى الآية إجمالا أيها الكرام في ذكر معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الآية وقفات وتأملات: أولها وجه الامتنان بالأمن، خاصة أن فقده سبب للفتنة والهرج والمرج واضطراب الحياة والفوضى التي لا يستتب معها نظام عيش ولا استقرار. مرد ذلك في دفعه أيضا إلى العبودية لله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن الأمن منوط بالإيمان والعبودية لله سبحانه، وبضده كما أسلفنا الكفر بمعناه العام الكفر الخالص، أو بمعناه الأخص وهو جحود النعمة والفسق بها. تزول وتتبدل نعمة الأمن بالخوف، وتزول نعمة الرزق بالجوع كما قال الله سبحانه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال: أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه. وذكر الآية الكريمة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت هذه وقفات سريعة في ظلال هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من المعاني والقواعد والقضايا التي قررتها الآية الكريمة مع أخواتها من آيات القرآن الكريم وسنة المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا في ظلال هذه الآية الكريمة نتفيأ وقفات خمس نختم بها المجلس. أولها الأمن ورغد العيش، مطلبان ضروريان للحياة تتحقق بهما مقاصد الشريعة الخمس الكبرى. فإن الضرورات التي جاءت الشريعة بل الشرائع السماوية كلها جاءت بحفظها خمس ضرورات كبرى: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. فتعود الخمس كلها
إلى هاتين النعمتين الجليلتين، الأمن ورغد العيش. فإذا اختل هذان الأمران أو أحدهما فسدت الحياة. فإذا اختل الأمن تلفت الأنفس والعقول والأرواح والأرزاق والأعراض والأموال، وإذا اختل نظام العيش الرغيد فحل الجوع، اعتدى الناس على بعضهم وعلى نظام الغابة سيفترس القوي الضعيف. فإذا حل الجوع بحث الإنسان عما ينقذ جوعه من الموت والهلاك، ما يلتفت إلى شيء، فتلفت الأديان والأنفس والعقول والأموال والأعراض. إذن هاتان النعمتان بهما تحقيق مقاصد الحياة وضروراتها التي جاءت الشريعة بحفظها، وتحصيلهما تحصيل هذين الأمرين الأمن والرزق مرتبط بقضيتين ومحورين اثنين وسببين كبيرين، شرعي وكوني. أما السبب الشرعي فعبادة الله وحده وطاعته ولزوم شريعته واجتناب مساخطه، فإنها مهلكة تريد أمنا عبد الله ورزقا وفيرا وعيشا رغيدا، والله لن تجد مسلكا يقودك إلى مطلبك سوى عبادة الله وإفراده وتوحيده ولزوم طاعته والبعد عن مساخطه. فمن كفر بالله فقد تعرض لزوال النعمة، ومن جحد وفسق بالنعمة كان أهلا للحرمان منها كذلك. أما السبب الكوني والمحور الآخر فالأخذ بأسباب ذلك، يعني العمل على تحصيل أسباب رغد العيش واستتباب الأمن. تريد رزقا فاسعى عبد الله في طلب الرزق، واعمل بتجارة أو حرفة وصنعة، أو ابحث عن معاش تطلب به رزقا حلالا طيبا، تصيد سمكا أو تحتطب من خشب الغابة، أو تبحث عن رزق حلال فتعمل أجيرا هنا أو هناك، لكنه أخذ بأسباب الحياة، وهذه أسباب كونية قدرية. فإذا يسعى العبد بأخذ أسباب ذلك، ومن تلك الأسباب أمن الأوطان وتحقيق نظم الحياة وأنماطها وترتيبها في أنظمة البلاد والدول وما تسعى إليه لتوفير الحياة التي تجد بها الشعوب في ظلال تلك الأنظمة ما تحتاجه من رزق ورغد عيش، وأن توفر لها الأمن في نواحي الحياة. وعندئذ فخرق هذه الأسباب الشرعية والكونية مجلبة لزوال تلك النعم، وهي أيضاً طريق لإحلال أضدادها من النقم. فمن جحد بنعمة الله وكفر أخل بالسبب الشرعي فكان عرضة للزوال، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن كان عوناً على خرق سفينة المجتمع وإزالة أنظمة الحياة التي تترتب بها حياة المجتمعات فعاث فساداً ولم يرع نظاماً، كان سبباً لإخلال تلك الأنظمة التي يترتب عليها الفوضى والدمار وكثير من وجوه الاضطراب. فإذاً حفاظ العباد على تحصيل هاتين النعمتين مناط بسببين، أحدهما شرعي والآخر كوني قدري. الوقفة الثانية مرة أخرى سنقول، رغد العيش وظل الأمان مطلبان أساس هما مقصد العيش الأول. ليس معنى هذا أنه لا مطالب سواهما للعباد في الحياة، ولكن كل مطالب الحياة تأتي تبعاً لهاتين النعمتين وهذين المطلبين. بالله عليكم، كيف سيفكر إنسان بزواج أو تجارة أو بحث عن فرص للسعة في الحياة، أو يفكر في إنجاب ولد أو في متعة وسفر ونزهة وسياحة وسائر وجوه الحياة المباحة، إن كان لا يجد قوت يومه أو لا يأمن على روحه وعرضه؟ فإذا هذان مطلبان أساس، ومطالب الحياة الأخرى تأتي تباعاً فرعاً عن تلك المطلبين والنعمتين الكبيرتين. فهذا سبب لذكر القرآن لهاتين النعمتين خاصة. الوقفة الثالثة، كما أن خرق سياج العبودية هلاك وتلف بالكفر وجحود نعمة الله، فكذلك خرق سياج النظام والحكم والأمن هلاك وتلف. والعبرة
في الأمرين بالأمم السابقة واللاحقة. فانظروا رعاكم الله كيف قص القرآن علينا قصص أقوام كفروا بربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فأذاقهم الله بأسه الشديد. هذا البأس الشديد وسلب النعم فلا أمن ولا رزق هو من أجل الكفر الذي خرقت به سياج هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تعالى بها على العباد. وقرأ في كل قصص الأقوام لتجد أن الله عز وجل عاقبهم وقلب النعمة عليهم نقمة لكفرهم بالله جل جلاله. وكل قصص الأقوام في القرآن مناطة بذكر هذا المعنى، ويتصدر السياق دوماً قول الأنبياء والرسل عليهم السلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فيأتي تكذيب الأقوام تباعا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. إذن خرق سياج العبودية هلاك وتلف، ولهذا قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي المقابل فخرق سياج النظام والحكم والأمن أيضا هلاك وتلف، لأننا قلنا إن الحفاظ على هاتين النعمتين مناط بأمرين شرعي وقدري. فأيضا خرق سياج الحكم والنظام واستتباب الأمن هلاك وتلف، ولنا في الأمم عبرة. ومن أعظم ما يخرق به سياج النعمة في المجتمعات التعدي على حدود الله والإفساد بالمعاصي واستسهالها وعدم التوبة والإقلاع عنها. فوالله ما جلب الحرمان بشيء مثل الفسق بطاعة الله وتعدي حدوده، ولا حرمت النعم من البلاد والعباد بشيء أعظم من التجرؤ على حدود الله عز وجل. كان قوم شعيب مكذبين، وكان قوم لوط كذبوا المرسلين، وكذلك ثمود وعاد، لكن الله عز وجل ذكر عنهم أخلاقا ومعاصيا وذنوبا وفسقا كان مجلبة لذلك العقاب والاستئصال الإلهي. هكذا قال القرآن في قوم لوط كانوا فسقة شذوذ ولواط، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قوم شعيب قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. كان ظلما وتطفيفا في الكيل وغشا في التجارة وفسادا وأكلا لأموال الناس بالباطل. وفي قوم هود قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. العايث في الأرض فسادا، والله إنه من أجل وأعظم ما يحرم به العباد نعمة الله رزقا وأمنا. وهكذا ستجد في قصص الأقوام العبرة التي جاءت في القرآن الكريم، أياً كانت المعصية أخلاقية أو مالية اقتصادية أو كانت استعمالاً لنعمة الله في الفسق والتعدي على حدود الله، كل ذلك والله مجلبة للآثام والبلاد التي تعم فيها الفوضى والاضطراب والخراب في التاريخ القديم والحديث والمعاصر. وما سيكون في المستقبل هو كما قررته الشريعة لما ينتج عن تعدي العباد وكفرهم وفسقهم وتعديهم على عدم احترام هذه النعم وتقدير المنعم. غلاء وخوف واعتداء وهتك للحرمات هو باختصار تلف لوجوه الحياة أجمع. الوقفة الرابعة: ليتأمل كل طاعم آمن في حاله. أنت آمن طاعم لا تجد جوعا؟ ليتأمل كل طاعم آمن في حاله وليعلم أنه مخاطب بقوله سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وليعلم كل فاقد لهاتين النعمتين أو لإحداهما أنهما لا يستجلبان بشيء أعظم من قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وليعمل الكل، ليعمل الكل الطاعم والجائع
والآمن والخائف، ليعمل الكل على طاعة الله وعبادته وشكره وذكره سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة والأخيرة: أمن الأوطان مطلب لأهلها، وأمن الحرمين أمن ومطلب لأمة الإسلام كلها. هذه البقعة يا كرام، هذه الأرض المباركة المقدسة الطاهرة الطيبة، تتعلق بها قلوب أمة الإسلام كلها، هي قبلتهم، هي وحدتهم، هي رمزهم. فإذا كان العبد أحرص ما يكون على أمن الأرض التي نشأ فيها وولد عليها وترعرع وشب ويربطه بها الحنين والشوق الفطري، فإن مطلبه وحرصه وسعيه على أمن بقعة مباركة عظمها الله وجعل فيها الكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتا وجعلها مهوى أفئدة المسلمين، هي والله أحرى وآكد. وعندئذ إنها قبلة أهل الإسلام ورمزة رمز وحدتهم، فكل من كان على أرضها من مقيم وباد وحاج ومعتمر وزائر ومجاور، الكل يحمل قدرا من هذا الفرض في السعي على تحصيل أمنها، وذلك بالسببين المذكورين آنفا، الشرعي والقدري، بلزوم طاعة الله وعبادته وإفراده واجتناب معاصيه ومساخطه، وبالآخر بالسعي على حفاظ سفينة المجتمع وأمنه ورعاية نظامه واستتباب كل أنماط الحياة التي تضمن عيشا رغيدا مستقرا آمنا، لأن الأمن ها هنا أمن للأمة كلها، وبقاء هذه البقعة عامرة على وجه الأرض بقاء للحياة البشرية على وجه البسيطة. فإذا زالت الكعبة وهدمت في آخر الزمان كان فناء الحياة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ليس لأهل مكة وليس لمجاور الحرم، قياما للناس. وإذا هدمت الكعبة آخر الزمان فلا تنتظروا إلا قيام الساعة، نسأل الله السلامة. وختاما، فهذه الوقفات مع هذه الآية الكريمة على وجازة لفظها رسالة عظيمة تعنى بكل مسلم أن يلتفت إلى هذه النعم فيعلم أنها قوام الحياة والعيش على وجه البسيطة، ليأخذ بأسبابها ويعض عليها بالنواجذ ويسعى ما أمكنه بكل جهد وفكر ومال وكل ما يمكن لدفع أي شيء يكون عونا على إتلاف هذه النعم وجلب أضدادها من النقم خوفا وجوعا، وهذا من أجل أن يعيش العباد وفق مراد الله عز وجل ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم ولكل أمة الإسلام رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا والمسلمين جميعا من أسعد خلقك بطاعتك وأكثرهم لزوما للإيمان بك وأداء حق الواجب من الذكر والشكر لك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان، نسألك يا رب أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وأن تعيننا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا، وأغننا يا رب عمن أغنيته عنا، ولا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك، واجعلنا يا رب أفقر خلقك إليك وأغناهم بك يا حي يا قيوم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لنا وللمسلمين جميعا في هذه البلاد خاصة، وفي بلاد الإسلام والمسلمين عامة، ما تصلح به حياتهم في دنياهم وأخراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأعنه وولي عهده على ما فيه صلاح البلاد والعباد. أصلح يا رب لهم النية والبطانة الصالحة والقول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.